والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا أميرة، شكرا إلهام، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. حققت صادرات مصر إلى المملكة المتحدة نمواً غير مسبوق خلال عام 2022، وهو العام الثاني منذ دخول اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية حيز النفاذ. وزادت الصادرات المصرية للمملكة المتحدة بنسبة 83% لتبلغ نحو 1,686,000,000 جنيه استرليني، مقارنة ب 921,000,000 جنيه استرليني خلال عام 2021. لتحقق مصر بذلك فائضاً في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة لأول مرة بقيمة 57,000,000 جنيه استرليني خلال عام 2022. قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إن المنطقة ستطرح بمناطقها الصناعية عدة مشروعات متعلقة بالبنية التحتية للشراكة مع القطاع الخاص خلال الثلاثة أشهر القادمة. وخلال مشاركته في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية حققت استفادة كبرى من الترابط والتكامل بين شبكة الطرق القومية ومشروعات النقل مختلفة. ارتفعت واردات الصين بأكبر زيادة لها في عام خلال الشهر الماضي، فيما تباطأت وتيرة انخفاض الصادرات، الأمر الذي يعزز الأدلة على أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من تأثير عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا. وأظهرت الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الواردات ارتفعت ب 4.2% مقارنة مع وضعها قبل عام لتصل إلى 197 مليار دولار، فيما هبطت الصادرات ب 1.3% على أساس سنوي في فبراير إلى 214 مليار دولار. مشاهدين، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لإلهام وأميرة لاستكمال ما تبقى من التسعة.